حضرتك، هو طبعا القضاء له الكلمه الاولى والاخيره، والنهارده تم تاجيل القضيه 13/10 لضم المفردات، وهي كان سبق اصلا تقديمها لضم المفردات، وخاصه ان الجلسه الاولى نقض فيها الحكم، والجلسه دي كان المفروض هتبقى مرافعه من الاستاذ الدكتور احمد فتحي شروق في الموضوع، وتم التأجيل 13 لضم المفردات. فإحنا بنمثل للقضاء، لأن القضاء المصري واحدا من أنزه المؤسسات القضائية في العالم. حضرتك واثق من البراءة؟ الثقة بالله وفي تطبيق القانون وفي معلم القانون الأول في الشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد فتحي.